زنبقة؟ ايه زنبقة. لا لا لا، منين جبتهم فلوس؟ منين جبتهم فلوس؟ ياه، رحت لعندهم الشيخ فاضل بزيت البصائر حقي وقلت هب هلا عندي يديني فلوس وبس، طلع اصيل ابن اصيل ولا شيء ولا شل مني بصيره وهذا اللي سلفني مليون. والله ان اصيل ده فاضل. زنبقة اسالك سؤال. يعني رغم ان انا اخذت مليون ذا وزوجت عليكي، لما انقذتيني من طفاه؟ مكسوره ناموس، مكسوره ناموس اصلا. مش عارف ليش، مش عارف ليش يا شوتر، اني اصيله بنت اصيل، اصيله بنت اصيل، ولو انك خاين وكسرت قلبي ومكسر ذا ما يشفيه الا الموت ولا ينسيه الا الموت. بس مهما كان انت شوتر، انت شوتر وانت الحب الاول والاخير، انت راكور حياتي. عارف ايش معنى راكور؟ يا انا مش عارفه. المهم مهما كان انا ما رضيت انك تهتم عند ذا ولا عند ذا ولا اشوفك مهتم، بس لازم تعرف ان اللي يقهر زنبقه كذا يبهذل ارحم الراحمين. اصيله زنبقه، اصيله اصيله.